الكمامة الثانية. لنعمل الكمامة الثانية رح نستخدم الجزء الوسط من البلوزة نفسها. بنجيب المسطرة ومنحدد 16 سنتي بالطول من أسفل البلوزة من كل جهة، ونوصل بين النقطتين اللي حددناهم بالمسطرة. منحدد جوا المستطيل اللي حددناه من قبل من جهة الشمال مسافة 10 سنتي بشكل عرضي من طرف البلوزة. نجيب المسطرة منقيس 2 سنتي من تحت الخط العرضي اللي عملناه، ونحدد خط عرضي لحافة البلوزة من الجهة اليمين. هلا بنجيب المقص وبنقص حسب الخطوط اللي رسمناها أول إشي بشكل عرضي على عرض البلوزة بشكل كامل. بعدين منقص الخط المحدد عند حافة البلوزة من تحت بشكل عرضي، ونوقف عند الخط الطولي اللي ببعد 10 سنتي عن حافة البلوزة من الشمال. بصير بالآخر 4 قشرة ترفيعة من الزوايا الأربعة لقطعة القماش اللي قصيناها. منشد كل الأشرطة من كل الجهات حتى تقل مرونتهم، وهيك بنكون خلصنا الكمامة الثانية. ميزتها إن الأشرطة طالعة من الكمامة نفسها فأسهل لبسها. هاي المرة كريم رح يلبسها لحاله. حط الكمامة على وجهك بالضبط، واربط الشريط السفلي من فوق دانك والشريط العلوي من تحتها، يعني عكس بعض.